ليحمده من في الأرض ومن في السماء. أستأذنكم الآن أيها الرجال، سأطوف بالكعبة الآن شكرا لله وحمدا له. كان من عادة أشراف العرب يا صغاري أن يرسلوا صغارهم مع مرضعات يقصدن مكة لأخذ الأطفال وتربيتهم في البادية لتقوى أجسامهم ويشتد عودهم ويتقن اللسان العربي. فلما قدمت المرضعات إلى مكة أسرعت كل منهن تبتغي أن تحظى بطفل من الأسر الميسورة يكون أهله قادرين على دفع الأجور، فحصلت كل واحدة على مبتغاها إلا حليمة السعدية. كانت حليمة قد خرجت من ديار قومها في بني سعد بصحبة زوجها ومعهما طفلهما على أتان هزيلة وناقة تمشي بصعوبة، يحلمان بالعثور على عائلة غنية تريد أن ترسل طفلها إلى البادية. أتعبني الطريق المرهق إلى مكة، وابني يزداد بكاؤه كلما اشتد جوعه، وليس لدي لبن يكفي لإرضاعه. ماذا أفعل يا أبا عبد الله؟ المشكلة أننا لم نجد طفلا من أسرة غنية، كان سيساعدنا المال الذي نأخذه من أهله على مصاعب الحياة. هذه السنة سنة صعبة، فالمطر قليل والناقة لا تعطينا ما يكفينا من اللبن. لم يبق إلا ذاك الرضيع الذي أبت المرضعات أن يأخذنه، لأنه يتيم الأب، إنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ما دام يتيم الأب فمن أين سنحصل على المال لإرضاعه؟ ونحن لا يمكننا أن نأخذ رضيعا بأجر زهيد، فما لدينا لا يكاد يكفينا. قلبي يحدثني أن أخذ هذا الصبي اليتيم لأرضعه، سأخذه، والله سأخذه. حسنا، ما دمت مصرة فخذيه، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. رجعت حليمة بالرضيع إلى قافلتها، فما إن وضعته في حضنها حتى فاض اللبن من ثدييها، فشرب حتى ارتوى، وشرب ابن حليمة أيضا حتى ارتوى، ثم نام الرضيعان. خذي يا حليمة اشربي هذا اللبن. لبن؟ ومن أين أتيت به يا أبا عبد الله؟ لقد قمت إلى الناقة فحلبتها، وهذا اللبن لك فلتشربي. فلتشرب أنت يا أبا عبد الله، فقد نال منك التعب كثيرا. لا عليك يا حليمة، فقد شربت حتى ارتويت وشبعت. ما أعجب أمر هذه الناقة، ألم تكن شحيحة اللبن هزيلة؟ بل ما أعجب أمر الطفل محمد، فمنذ أن دخل دارنا دخل الخير والبركة علينا وما شكونا من شيء. ومع الأيام صار قدوم محمد الرضيع إلى ديار بني سعد مرتبطا بأبواب الخير، فقد اخضرت الأرض بعد جفافها، وأثمر النخيل كما لم يثمر من قبل، وسمنت الحيوانات وصارت تعطي اللبن أضعافا، وتجلى ذلك كله في الاهتمام بمحمد الرضيع، فأحبه الجميع وكان طفلا هادئا لا يبكي، فقد كان صلى الله عليه وسلم نسمة مباركة.